نناقش في حلقة اليوم من الخبر بقية تطور اللافتة في السودان بعد لقاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالمكون العسكري بوساطة سعودية أمريكية، وذلك بعد يوم واحد من رفض قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحوار السوداني برعاية الآلية الثلاثية. ماذا في هذا اللقاء وماذا بعده؟ تابعونا 6:30 مساء بتوقيت غرينتش، 9:30 مساء بتوقيت القدس على شاشة التلفزيون العربي. معي أنا نضال حمدي، يمكنكم أيضا متابعتنا على يوتيوب، الرابط أدناه.